وانت يا سماني ويا تجاني رابط لك ورقه بتاعت فكي داير يأمنك الفكي، اي الفريقين يحق بالامن؟ اللي بيأمنوا الله ولا اللي بيأمنوا شيخ؟ بيأمنوا فكي وشيخ طريقه؟ اللي بيأمنوا الله يا اخي، اللي بيأمنوا الله هو الامن. عشان كده قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، الامن من الله. والله كان امنك ما في ذل بيخوفك، والله كان خوفك ما في ذل بيأمنك تاني. والله لو خوفك الله تاني ما في ذل يأمنك. موسى عليه السلام في بيت فرعون جوا، وفرعون الطاغيه اللي بيقول للناس ما علمت لكم من اله غيري، واللي بيقول للناس ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، واللي بيقول لهم انا ربكم الاعلى، طغيان. قال لهم اليسني ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ بلا شوف مفتري كيف والطغيان بتاعه. بعد موسى عليه السلام وفرعون كايس يعني يكتل اولاد بني اسرائيل، يولد موسى في السنه اللي بيكتل فيها فرعون ذاته ويشيلوا من البحر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويجي لفرعون في بيته ها، وبعد ما يقدر يقتله. مش كده بس، يربيه كمان ويدفع قروش لأمه راتب شهري، وأمه تجي ترضعه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. اللي بيأمنوا الله في ذل بيقدر عليه تاني؟ فرعون يدفع قروش، مش قال دارك تقتل موسى؟ تقتله وين يا وين؟ يدفع قروش الكلب، يدفع قروش ها عشان يربي موسى. بعدها قال لها ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يمتن علي موسى عليه السلام، لكن شوف قوة ربنا كيف. فرعون ما بتقدر تقتله، بتجدع زمان ذروني أقتل موسى، أقتله ذروني أقتل موسى، ما بتقدر. اللي بيأمن والله ده الآمن، واللي بيخوفه تاني أمان ما عنده. عشان كده لابسك حجبات والتابع لطريقة أجدع الحجبات للشيخ في وشه. الشيخ ما عنده حاجة، أمان لرقبته ما عنده. أما يا أخي والله سبحان الله حكمة ربنا في الناس زي العجيبة. خلاص اليومين دي كل مرة يرفعوا لك صورة في الواتساب ولا في النت، يقول لك الشيخ الفلاني مودينه أسبانيا بعالجوا فيه، والشيخ العلاني الحيران المساكين انتوا بتتعظوا بتين. ابوك الشيخ في اسبانيا وانت ماشي بجاي كايسك لي بخره منه؟ عجب، جهل، عقول ما في، قلوب خاويه. بعد ده كويس كايسين للشيخ.